وفيما يتعلق بملف سد النهضة الإثيوبي، أكد رئيس مجلس الشيوخ دعم المجلس وأكد تأييده للقيادة السياسية في اتخاذ كافة الإجراءات التي تكفلها المواثيق والاتفاقيات الدولية في حالة تعرض أمن مصر المائي للضرر. كما جدد المستشار عبد الوهاب عبد الرازق تأييد المجلس ودعمه للرئيس عبد الفتاح السيسي في كل ما يتخذه من إجراءات لحماية الأمن القومي المصري وتأمين سيادة مصر. لقد استمرت مصر في التفاوض فيما يخص سد النهضة الإثيوبي سنوات عديدة، إيمانا منها بأهمية الحلول الدبلوماسية في إدارة مثل هذا الملف. وطالما أكدت مصر أن الإضرار بالأمن المائي المصري سيؤثر سلبا على استقرار الإقليم ووضع المنطقة بأكملها أمام تحدي كبير، ومجلس الشيوخ يدعم ويؤيد القيادة السياسية في اتخاذ كافة الإجراءات التي تكفلها المواثيق والاتفاقات الدولية في حالة تعرض أمن مصر المائي للضرر. كما نجدد تأييدنا ودعمنا لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي في كل ما يتخذه من إجراءات لحماية الأمن القومي المصري وتأمين سيادة مصر.